بيان إلى الرأي العام رغم كل الانتهاكات التي تقوم بها المرتزقة اللاوطنيين في المناطق المحتلة من قبيلهم، أصبحت انتهاكاتهم تتخطى الأعراف والقوانين الدولية وحقوق الإنسان من خطف وأسر وانتهاك للأعراض وقتل وتنكيل وقطع الأشجار وآخرها. وآخرها كانت انتهاكات وتمثيل بجثة الشهداء في سيركانية، حيث جعلوا من مزار الشهداء هناك ساحات للتدريب وساووها بالأرض، وعلما أن القاعدة 113 من بيان القانون الدولي الإنساني واتفاق الهاي 1907 واتفاق جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، والتي اعتبرت الاعتداءات على الموتى والتمثيل بجثثهم جريمة اعتداء على كرامة الإنسان ويعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. فنحن كمجلس المرأة لعوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا نندد وبشدة هذه الممارسات المنافية للأخلاق والبعيدة عن الإنسانية، وننادي المنظمات الحقوقية والقانون الدولي بالتدخل لوقف تلك الانتهاكات التي تحصل أمام ناظر العالم وتلك المنظمات، ومن ضمنهم الضامنين الروسي والأمريكي، حيث يتلامسون تلك الممارسات وتحصل أمام ناظرهم ودون أي تدخل أو تنديد. لذا فصمتهم يعطي للمرتزقة المتوحشون الشرعية بفعل تلك الأعمال الإجرامية بحق الأحياء وقبور الشهداء في سركانية. فشهدانا هم قيام ثورتنا وقديستها، وهم من ضحوا بأنفسهم لتحرير الأرض من دنس الأعداء والمحتلين، ونعاهد شهداؤنا بأننا سنناضل حتى الرمق الأخير لحماية مقدساتنا وأرضنا وعرضنا. 28/12/2022، مجلس المرأة لعوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا.